صباح الخير مشاهدينا. اليوم رح نرجع ونذكر مشاهدينا بأنواع الأقنعة المناسبة للحماية ضد فيروس كورونا المستجد واستعمالاتها. طبعا للأشخاص اللي بعد اليوم مش مقتنعين بعدهم بضرورة استخدام الماسك، رح خبركم ليش هاي طريقة التفكير خطأ. فبحسب دراسات مثبتة علميا والتوصيات الأخيرة بحسب WHO والCDC، ونشرت في مجلة نيتشر دراسة حديثة من جامعة هونغ كونغ وجامعة ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، طلبت من 111 شخص مصاب بمختلف الأمراض الفيروسية بإطلاق الزفير أو الإنفلونزا في قمع يجمع الرذاذ، وتبين بعد زفير المصابين بأن القطرات، وهي جزيئات دقيقة طبعا أو ما يسمى بالهباء الجوي، تبقى في الهواء حوالي 30% من الوقت التي تم اختبارها فيه بالنسبة للأشخاص يلي ما ارتدوا الماسك. أما عندما ارتدى المرضى المصابون قناعا، حجب ما أكثر من 95% من القطيرات الفيروسية وبعض جزيئات الهباء الجوي. جهاز التنفس طبعا الأول هو N95، وهو الكمامة الأكثر إحكاما من أي قناع آخر مصنوع، مثل ما شايفين هون بالأخضر. يمكن لهذا الجهاز التنفسي تصفية 95% من الجسيمات صغيرة جدا تشمل الفيروسات والبكتيريا يلي بيصل حجمها إلى أقل من 0.3 ميكرون مجهريا، وهو مصمم ليغطي الأنف والفم مثل ما شايفين بشكل محكم، وتساعد هاي الأربطة المرنة على الإمساك بها بقوة على وجهك. قد تحتوي بعض الأنواع على ملحق طبعا مثل ما شايفين، ملحق صمام يسمى بصمام الزفير، واللي بيساعد في التنفس ويمكن ويمنع أيضا تراكم الرطوبة وأيضا الحرارة. طبعا هذا الماسك اليوم اللي أنا جبته هو EN149، ولكن هو الموازي لـ N95، لأنه N95 محدودة كمياته جدا في العالم اليوم. أما الماسكات الجراحية اللي بيستخدمها الأطباء الجراحين والممرضين في المستشفيات، هذا النوع ما بيحقق حماية كافية لأنه بيمنع فقط قطرات الرذاذ كبيرة الحجم وليس الجزيئات الصغيرة على عكس N95. وكيفية ارتداء القناع وخلعه هو أول خطوة طبعا يجب. أنا هل غسلت إيدي طبعا بالأول، بس هلأ رح أرجع بخهم بكحول 70% قبل ما أستعمل أو حاول أني أحط الماسك على وجهي. المفروض أنه ما نلمس الجزء الأمامي من الماسك، فقط نستعمل المطاطات لحتى نقدر نحكم الماسك على وجهنا. وأيضا كمان هذا الشيء بيتطبق على N95، ولكن N95 شوي أصعب طبعا حطه على الوجه مقارنة بالماسك الجراحي. مثل ما شايفين أول شيء مر المطاطة الأولى العليا، وبعدين بحكم على بشكل تام على وجهي، وثم بمرر المطاطة السفلية من الخلف. طبعا هذا النوع من الكمامات بيحتوي على وسادة ورقية، وهو الكمام الورقي غير قابل للترشيح الجزيئات الصغيرة أبدا ولا حتى القطرات الكبيرة بأغلب الأحيان، فقط بيوفر حماية من الغبار وليس أبدا من الكائنات الدقيقة أو الفيروسات. كمان بقدر حطه بهذه الطريقة، حطه بحكمه أول شيء على وشي ومن ثم مرر المطاطة العليا. كلنا صرنا نشوف توافر الكمامات محلية الصنع طبعا، يمكن يلي بتأمن حماية محدودة فقط بحسب نوع الأقمشة اللي بتم استعمالها. فتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية CDC الأمريكية منها أنه نغطي وجوهنا بغطاء أو قناع قماش محلي الصنع عندما نكون في الأماكن العامة، بحسب تجربة أجريت في جامعة فيرجينيا على أقنعة مصنوعة من القماش القطني. الطبقة الواحدة فقط من القميص القطني بيلتقط 20% من الجسيمات اللي وصل حجمها إلى 0.3 ميكرون. الطبقتين من القماش القطني ساعد على ترشيح 50-70% من هذه الجسيمات اللي وصل حجمها حتى 1 ميكرون. ويفضل أنه نحط الفلتر تبع القهوة يلي هو بيشابه أيضا المحارم طبعا، بس أكثر كنسيج أكثر محكم، منحطه بين طبقة القمصان القطنية. لكن أي فائدة إذا نحصل عليها مشاهدينا من ارتداء القناع بتتلاشى تماما في حال جاهلنا أو فقدنا عزمنا على الالتزام بالابتعاد الاجتماعي وغسل اليدين المتكرر؟ فالقناع وحده لن يحميك من الفيروس التاجي. ومن الناحية النفسية أيضا، بحسب كثير من علماء النفس، خطر ارتداء القناع من الناحية النظرية يمكن أنه يؤدي هذا الشيء إلى التململ من الشخص من استخدامه ولمس وجهك كثيرا، فأنت تزيد طبعا من خطر الإصابة بالمرض بشكل كبير جدا. لذلك اليوم أفضل طريقة للحماية هي الالتزام بالبيت والتباعد
الاجتماعي. وأيضا بحلقتنا اليوم حيكون معنا اليوم عبر سكايب من بريطانيا دكتور هاني بغدادي، دكتورة في الصيدلة وباحث في تطوير الأدوية، وأيضا دكتورة سمية دوار طبيبة مختصة في طب الطوارئ والإنعاش من إيطاليا. وأكيد ننتظر أسئلتكم حول فيروس كورونا على أرقام البرنامج يلي ظاهرة أمامكم. يعطيك العافية ديانا وشكرا لك وكل على هذه المعلومات المفيدة صراحة، ويعني مهم قد إيش نعرف قد إيش لازم نغير الماسك وقد إيش يمكن أيادينا لازم ما تكون نظيفة. يمكن أنا ما ذكرت لأنه نحن كمان مع الوقت محكمين شوي، بس هذه الماسكات ما فينا نرجع نستعملها عدة مرات وما فينا نغسلها. الشيء الوحيد اللي فينا نغسله هو اللي منصنعه بالبيت، الأقمشة. أنا ما حابة أتبنى هاي الطريقة، بس اليوم في كتير بلدان بيفتقروا لا طبعا ما في ماسكات مانا موجودة، ومفروض إنه احنا اذا قاعدين بالبيت فبنطلع بس يوم بالاسبوع فما نحتاجها كثير. لحتى نخليها للممرضين والاطباء اللي هن اكثر بحاجه منها باذن الله.